شارك محافظ محافظة عدن أحمد لملاس في جلسة لعرض ومناقشة أهم التدخلات والمشاريع التي تحتاجها المدينة. وقال لملاس خلال الجلسة إنه سيتم إدراج عدد من المشاريع المعروضة في البرنامج الاستثماري، فيما سيتم البحث عن تمويل للبعض الآخر. وشهدت الجلسة عرض دراسات وتصاميم لسبعة مشاريع وشرح أسباب إقامتها وأهميتها لمديرية صيرة. من أجل النهوض بمستوى الخدمات والمستوى الجمالي لمديرية صيرة، وأيضا بعض المشاريع التي تمس الشباب وتمس الرياضة وكثير من القطاعات، هذه المشاريع مشاريع بسيطة وذو إحساس عالي وفكر عالي، وتدل على مدنية هذه المديرية وهذه المدينة. كل التوفيق والنجاح، وننشد من الإخوة في بقية المديريات بأن يعملوا نفس هذا العمل ويحذوا نفس هذا الحذو، وأن يدخلوا في تنافس بينهم البين لمصلحة المواطنين.